قيس 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 اليوم في اليوم الثالث من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت بتاريخ 2/10/2017 وستستمر لمدة 10 أيام إن شاء الله عبر أنحاء محافظة إدلب كاملة. طبعا هدف من هذه الحملة كان الاستجابة لظهور حالات شلل الأطفال في مناطق دير الزور والرقة. كانت جميع هذه الحالات من النمط الثاني، من النمط الفيروس من النمط الثاني، ونتيجة لوجود موجة نزوح من المناطق الشرقية باتجاه مناطق محافظة إدلب، فكانت هذه الحملة استجابة لتحصين الأطفال من عمر شهرين حتى سنتين ضد شلل الأطفال من النمط الثاني. اللقاح المستخدم في هذه الحملة هو لقاح شلل الأطفال من النمط العضلي، ويستهدف جميع الأطفال من عمر شهرين حتى سنتين في جميع أنحاء محافظة إدلب. يعني بعد ثاني شهر من 10 شهور ان شاء الله ربي في شيء قريب ان شاء الله.